نمبر 7 Function of x equals negative 5 then 2 Function of 2x يا مستر ده هنا Function of x equals negative 5 دي برده كونستانت فانكشن مهما هتعمل إن شاء الله تقول لي Function of 1 مليون الأنسر بردك هتطلع معايا 5. يبقى مثلا كل ده كده اه uh, Function of 2x دي كانه بيعمل لها دبلنج عادي مفيش مشكلة طالما جوه البراكت فدي هتطلع 5. طب وفي هنا قبلها كام؟ ده في هنا قبلها two. يبقى two by negative 5 which equals

يبقى مكان كل اكس من دول هنكتب هنا ايه؟ نيجاتيف 2 يبقى 2 باي نيجاتيف 2 سكويرد ماينس 4 ملتبلاي نيجاتيف 2 بلس ال 5 وبعد كده ببدا اعمل لها كالكوليت هيبقى ده 2 باي 4 8 بلس 8 16 16 بلس 5 ايكوال 21 او سيادتك ممكن تكتبها على الكالكوليتر دايركت وتجيب الانسر كام بس اهم حاجه لما تيجي تكتبها على الكالكوليتر او تعمل الستبس بتاعتك تعمل سبستيتيوت مكان ال x تعمل number between two brackets if x equal 1, 3, 4 and the set y equal 2 and 5 then the order pair 2 and 2 belong اه uh, ده هنا عندي order pair 2, two, 2 two. order pair 2 and 2 دوت يا ترى هيبقى بيبقى مم... belong to x مثلا اه uh, ده مفيش اصلا 2 موجودة في ال x طب ده هيبقى موجود فين هقوله له belong to y لا ده كان لو قلت two بس هي اللي belong y انما جايب لي order pair يبقى ممكن اقول له belong تو واي كروس واي او ممكن نكتبها له واي 2 اه ده كتبها لنا واي كروس واي او او ممكن نكتبها برضك بشكل تاني اللي هي واي 2 if the set x 2 4 and the set y 3 5 7 the number of elements of x cross y على طول بنجيب ال number of elements of x هيطلع لي 2 elements وال number of elements of y هيطلع كام؟ 3 elements طب انا هعمل لهم ايه هنا؟ برافو هنبدأ نعمل لهم هما الاثنين ملتبلاي يبقى 2 تايم 3 ايكوالز 6. إف x squared and 5 ايكوالز 9 and y، then x plus y ايكوال هنبدأ نعمل Solve لل 2 equations الموجودين عندي، أنا عندي هنا 2 order pairs equal، ببدأ أقول هنا إن الفيرست first equal the first. يبقى عندي هنا يا مستر x squared equals 9، ده الفيرست first part، وفي السكند second part عندي هنا الواي y equals 5 خلاص ده هنا second part ده محلول خلاص جاهز طب y power 2 equals 9 x power 2 equals 9 يبقى هنا ال x equal ايه؟ اه برافو عليكم هنعمل هنا square root 9 بس طبعا ما ننساش نكتب مين ال positive negative دي يبقى انا عندي هنا ال x positive or negative 3 يبقى انا عندي هنا ال x two values لل x positive or negative 3 فهو هنا عايزني اجيب ال x plus y فمرة هقول هنا الـ x هي 3 بلس 5 يبقى 3 بلس 5 equals 8 يبقى ده أول answer عندي والسكند answer هبدأ أعمل إيه؟ أقول negative 3 بلس 5 اللي هي تطلع معانا 2 يبقى هنا يا مستر كده خدنا الـ value بتاعت الـ x الأولانية بلس الـ y وبعد كده خدنا الـ value بتاعت الـ x التانية بلس الـ y The linear function f of x equal to x minus 1 represented by straight line. اه دي طبعا دي the linear function. intersect y axis at the point طب احنا عايزين نجيب هنا intersect مين ال y axis اه خلي بالك من دي عشان اجيب ال point of intersection with y axis بنخلي ال x بتكون بكام لازم نخلي ال x بزيرو يبقى إيه اول ما الاقيه بيقول لي intersect ال y axis دي هقول له هنا على طول put ال x بايه بزيرو ونخلي ال x بتاعتنا زيرو على طول طب هنبدا نعمل substitute في الفانكشن بتاعتنا انستيد اوف اكس بوت 0 يعني مكان الاكس دي نكتب مكانها 0 على طول يبقى بقى عندي هنا الفانكشن اوف اكس بتاعتنا ايكوال تو multiply 0 ماينس 1 2 باي 0 0 زيرو ماينس 1 equals نيجاتيف 1 كده يا مستر انا جبت الفاليو of فانكشن اوف اكس فانكشن اوف اكس دي هي هي نفسها الواي يبقى انت كده عندك الاكس بزيرو 0 وعندك الفانكشن x اكس بنيجاتيف 1 يبقى ده عمل انترسكت عند 0 ومين جاتب وان يا شباب تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدا الان